السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله تعالى كتب على كل امرأة حظها من ذم الحيض، هذا أمر كتبه الله تعالى لنساء العالمين. وفي رمضان المرأة إذا جاءها الحيض لا تصوم ولا تصلي. الصلاة معفو عنها لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن الصيام لابد أن تقضيه. ملاحظ أن بعض النساء أنهم يتساهلن في قضاء دين رمضان، وتبقى المرأة تسوف كتقول هذا الشهر هذا الشهر هذا الشهر، ومع الأشغال والالتزامات العائلية تمضي الأيام حتى يدركها رمضان المقبل. في هذه الحالة تكون المرأة يلزمها أمرين اثنين، أول حاجة قضاء أيام رمضان، ديك 7 أيام أو أقل أو أكثر لابد أن تقضيها، زائد عقوبة أخرى وضعها بعض الفقهاء المالكية وهي الفدية، يعني عن كل يوم تأخرت فيه عن رده الدين عليها أداء فدية ديال رمضان. وبالتالي هذه الفدية مقدارها إطعام مسكين عن كل يوم، العلماء قدروها في حدود تقريبا 15 درهم نقدا، وإن كانت إطعاما كان أفضل. لهذا السبب نقول للنساء عليكن أن تعجلن أداء الدين، لأن الله عز وجل يحب المرأة التي تستبق الخيرات والتي تؤدي ما في ذمتها من حقوق الله، ولا تسوف لأن التسويف من الشيطان. وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. الله تعالى كتب على كل امرأة حظها من ذم الحيض، هذا أمر كتبه الله تعالى لنساء العالمين. وفي رمضان المرأة إذا جاءها الحيض لا تصوم ولا تصلي. الصلاة معفو عنها لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن الصيام لابد أن تقضيه. ملاحظ أن بعض النساء أنهم يتساهلن في قضاء دين رمضان، وتبقى المرأة تسوف كتقول هذا الشهر هذا الشهر هذا الشهر، ومع الأشغال والالتزامات العائلية تمضي الأيام حتى يدركها رمضان المقبل. في هذه الحالة تكون المرأة يلزمها أمرين اثنين، أول حاجة قضاء أيام رمضان، ديك 7 أيام أو أقل أو أكثر لابد أن تقضيها، زائد عقوبة أخرى وضعها بعض الفقهاء المالكية وهي الفدية، يعني عن كل يوم تأخرت فيه عن رده الدين عليها أداء فدية ديال رمضان. وبالتالي هذه الفدية مقدارها إطعام مسكين عن كل يوم، العلماء قدروها في حدود تقريبا 15 درهم نقدا، وإن كانت إطعاما كان أفضل. لهذا السبب نقول للنساء عليكن أن تعجلن أداء الدين، لأن الله عز وجل يحب المرأة التي تستبق الخيرات والتي تؤدي ما في ذمتها من حقوق الله، ولا تسوف لأن التسويف من الشيطان. وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.